امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمجموعة من التكليفات والرسائل خلال كلمة سيادته في احتفالية النسخة الرابعة لقادرون باختلاف، الخاصة كمان باستكمال البرامج والخطط اللي بتستهدف تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية اللي بتنفذها الدولة وتخصيص صندوق لدعم ذوي الهمم، أيضا تكليف وزارة الشباب والرياضة باكتشاف الموهوبين والمبدعين من قادرون باختلاف. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من النائبة نجوى خلف عضو مجلس النواب. نورانا في صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك. أهلا يعني بك يا فندم. نورانا في صباح الخير يا مصر. الله يخليك. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور يا فندم. طيب خليني في البداية أعرف من حضرتك أهمية هذا الصندوق وفكرة أن هو يدعم بمليار جنيه، لأي مدى هذا الدعم هيساعد أكتر في أن احنا نمكن ذوي الهمم وقادرون باختلاف؟ الصندوق ده هيمكن ذوي الهمم في حاجات كتير قوي. يعني أول حاجة الإتاحة اللي هتتعمل في البلد محتاجة فلوس. القانون 10 لسنة 2018 إدى للمعاقين حقوق كتيرة جدا مش هتطبق إلا بدعم مادي، فالمليار جنيه ده أنا شايفة إنه هيحل كل المشاكل بتاعتنا، والتوصيات اللي فخامة الرئيس ادهالنا والمكتسبات اللي خدناها امبارح أنا أعتقد إنها هتحل كل المشاكل اللي عندنا، كده ما بقاش فيه مشاكل للمعاقين، أزال كل العقبات من أمامنا. اللي هي إيه يا فندم بقى العقبات دي عشان إحنا عايزين نعرف؟ العقبات دي بتبقى مثلا عقبات في الإتاحة، عقبات مكانية، عقبات بالنسبة للمكفوفين بتبقى تكنولوجية أو للصم والبكم، فهي زي إتاحة الرمبات في الشوارع، الأسانسيرات في الأماكن اللي تأهيل الشوارع عامة، تمهيد الطرق وإزالة العقبات من أمام ذوي الإعاقة هتخليهم يعيشوا بشكل طبيعي وحياة طبيعية زيهم زي أقرانهم من غير ذوي الإعاقة. احنا ممكن يكون عندنا قدرات جامده جدا لكن عقبه بسيطه زي رصيف مرتفع في الشارع او مكان مش عارفه مش قادره ادخله تخليني ما اقدرش اعمل اي حاجه مع ان عندي قدرات اكتر من اي حد غير عادي. عندي قدرات عقليه وده المهم، قدرات عقليه طبعا، بس عشان اوصل يعني مثلا ممكن يكون عندي قدرات عقليه وقدرات اخرى غير العقليه كمان لكن ما اقدرش اوصل بسبب حاجه بسيطه جدا، اعاقه حركيه بسيطه. اعاقه حركيه بسيطه بالنسبه مثلا ذوي الاعاقه البصريه محتاجين يكون كل الكتب اللي بيذاكروا فيها وبيستعملوها في الدراسه بطريقه برايل او يكون في برامج مخصصه على اللابتوب وعلى الموبايلات بتساعدهم في انهم يعيشوا حياه طبيعيه ما فيهاش اي مشاكل. في اتاحات مختلفه بالنسبه للاعاقات المختلفه. طيب كمان تابعنا امبارح يعني توجيه وزاره التضامن لاستخراج كارت خدمات متكامله كمان لذوي الهمم. لو تكلمينا اكتر عن هذا الكارت هيساعد بايه؟ تكلمينا بشكل اكبر عنه. القانون 10 لسنة 2018 وضع حقوق لذوي الإعاقة لكن الحقوق دي مش هيحصل عليها إلا حامل الكارت ده، لأن الكارت ده بيطلع بعد ما بيتعمل له كوميسيون طبي ويثبت إعاقته. كمان بيحدد إيه هي نوع الإعاقة وبيحدد درجتها وإيه الخدمات اللي هو محتاجها، فكل ما ورد بالقانون مش هياخده إلا إذا كان معاه الكارت ده. أصدروا كمية كبيرة من الكروت حوالي مليون، مش كتير قوي على ذوي الإعاقة، وكانت هي مشكلتنا الكبيرة بالنسبة لذوي الإعاقة كلهم لأن من غير الكارت هم محرومين من الخدمات. عدد هذه الفئة قد إيه تقريبا يا فندم؟ حوالي 13 مليون؟ احنا حوالي مليون 15 مليون ممكن نكون أكتر كمان. بعد توجيه سيادة الرئيس بالأمس أكيد احنا هيطلع لنا الـ 14 مليون أو أكتر في مدة قياسية. جميل بقى موضوع المدة القياسية ده، أهم حاجة سرعة التنفيذ لأن ناس كتيرة جدا من ذوي الهمم كانت بتشتكي إن هم مش قادرين يطلعوا بطاقة الخدمات المتكاملة في وقت قصير، الموضوع بياخد فترة كبيرة جدا ممكن يصل لسنة. فترة كبيرة وكمان ما بيمنعهم انهم يحصلوا على الخدمات والحقوق اللي وردت بالقانون. طبعا لان الكارت ده بيثبت فيه او بيثبت بيعرف بالظبط ايه اعاقته بالظبط، هو محتاج ايه بالظبط، مظبوط الكلام من خلال الكومسيون. ايوه. طيب بالنسبه لكود الاتاحه يا فندم اللي هيتم استخدامه في وسائل المواصلات ده عباره عن ايه؟ بالنسبه لكود الاتاحه اللي في وسائل المواصلات، الاول في المحطات كلها هيبقى في الرامبات والاسانسيرات بالنسبه لما يبقى في سلالم بيبقى في كمان كود اتاحه ممكن يكون في بدايه الباب اللي بيدخل منه في المترو او في الترام بيبقى في
حاجه زي الرامب برضو كده بتبقى متحركه بتتشال وتنزل، ممكن يطلع عليها ذوي الاعاقه اللي بكرسي متحرك من غير ما حد يساعده. كمان في اتوبيسات بتبقى فيها موجود فيها دلوقتي انا شفتها. ايوه ايوه موجود، بيبقى فيها الاتاحه ديت، احنا ما بنعرفش نركب الاتوبيس العادي. كمان الاقزام كمان بيحتاجوا للحاجات دي. جانب اخر من الدعم هو توفير الاجهزه التعويضيه، والرئيس دايما في اجتماعات مستمره بهذا الخصوص، ان احنا نوطن صناعه الاجهزه التعويضيه، واحنا عارفين ان في موقع على وزاره التضامن الاجتماعي الناس بتقدم فيه عشان زي برضو زي كومسيون كده على ما اعتقد يعني. أيوة. عشان يحددوا. الرئيس عمل لنا هديه من فتره وجيزه، اصدر اوامره بانشاء مصنع ضخم لإنشاء مجمع صناعي ضخم لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة في مصر. ده إنجاز غير عادي، لأن إحنا الأجهزة عندنا في مصر يعني دون المستوى، مش بتريحنا. يعني أنا بحتار علشان أعمل الجهاز بتاعي فين، وبرضه ما بوصلش لحاجة المواصفات اللي أنت عايزاها. ما بوصلش للي ومحدش عارف يوصل لها. لو أنا ما عرفتش أصلحه بنفسي وأنا أرشد اللي بيعمله يعمل إيه، ما حدش بيعرف يعمله. فالمصنع ده انا متهيألي يعني هيزيل عقبات كتيره قوي من قدام. وجانب مهم كمان ان هو هيتدربوا على استخدامه، يعني ده هيعمل مشكله كمان، ده هيحل مشكله البطاله. صحيح طبعا اكيد. وكمان ممكن نصدر للخارج، فهيبقى في عمله صعبه هتيجي منه، فهتبقى حاجه جميله. مكاسب متعدده طبعا. طيب بما ان يعني شاذلي سأل حضرتك عن نقطه الاجهزه التعويضيه، عايز اعرف من حضرتك، شايفه فكرة أنه إتاحة تقديم الخدمات الصحية بأشكالها المختلفة بقى لذوي الهمم، شايفاه إزاي دلوقتي؟ هو دلوقتي إحنا عندنا في القانون 10 برضو لسنة 2018، إحنا قلنا أن المعاقين اللي ما لهمش تأمين يبقى لهم تأمين، بس ما كانتش لسه لم تطبق بالشكل الكامل. بعد توصيات سيادة الرئيس كان الموضوع ده كده هيبقى منتهي، لأن في أولاد كتيرة ما بيكملوش تعليمهم، فالمتسربين من التعليم دول ما بيبقى لهمش تأمين صحي في الفترة دي. يعني الولاد الغير المعاقين بيبقى لهم تأمين صحي لحد 6 سنين، بعد كده بيبقى فيه تأمين المدارس. بعد كده الناس بعد ما بتشتغل بيبقى فيه التأمين بتاعها. ذوي الإعاقة ممكن ما يدخلش المدارس، فبعد 6 سنين ما فيش تأمين. ممكن ما يشتغلش بعد ما يخلص الدبلوم أو البكالوريوس بتاعه، ما فيش تأمين. فالحته ديت مهمه جدا، كانت من اهم المشاكل بتاعتنا. زي ما بقول لحضرتك كده، امبارح المكتسبات اللي خدناها تقريبا حلت كل مشاكلنا. طيب ده عظيم جدا. اذا مفيش مطالبات خالص من ذوي الهمم خلال الفتره اللي فاتت، او بمعنى اخر انتوا في البرلمان تقدروا تساعدوهم بايه؟ احنا في البرلمان بنحل مشاكلهم وبنذلل لهم العقبات في المصالح الحكوميه، وبنعدل لهم التشريعات وفقا للمشاكل اللي احنا شفناها. احنا بعد ما عملنا ده المهم ان التشريع نفسه يتعدل، مش مساله معالجه موقف فردي او كده او مساعده طبعا. حد طبعا احنا بعد ما عملنا التشريع مش ممكن هتعرف عيوبه الا بعد التنفيذ. فبعد ما بدأنا في تنفيذ القانون، الوزارات كلها بدأت في تنفيذ القانون بعد صدوره مباشرة، بس كل حاجة بتاخد وقت. فظهر لنا شوية حاجات، فكل ما بيظهر حاجة احنا بنقدم وبنعدل القانون وبنعدل المادة وفقا للمتغيرات والنتيجة اللي حصلت، وبعد ما شفنا الأثر التشريعي للقانون على أرض الواقع. طيب يا دكتور، يعني يمكن واحنا بنتكلم عن هذه المكتسبات ومشاريع للقوانين، كل ده طبعا مهم جدا، لكن في كمان نقطة مهمة جدا جدا، وهي فكرة التواصل المباشر أو التواصل على أرض الواقع مع قادرون باختلاف. وبالفعل تم تفعيل مكاتب خدمات في كل المحافظات للتواصل والدعم المباشر والمستمر. حتى الآن ردود الأفعال أو الآراء أو مدى رضا التعامل مع هذه المكاتب ايه في المحافظات يا فندم؟ هو احنا كنا في البدايه ما عندناش حقوق خالص، وكانت الناس برضو مش عارفه ذوي الاعاقه ولا عارفه عنهم معلومات ولا عارفه ازاي تتعامل معاهم. لكن بعد ما تم تسليط الضوء عليهم يعني مش عارفه اعبر عن زياده الرئيس بصراحه، يعني غمرنا بكرمه وبعطفه علينا وبالحاجات الكتيره اللي بيقدمها لنا. هو ما بيعديش مناسبه الا وبيذكرنا فيها، ما بيعديش اي احتفاليه الا واحنا موجودين ومشاركين معاه، ما بيعديش اي حاجه الا وحط ذوي الاعاقه ووجد لهم مكان فيه. فبعد كده بدات النظره تتغير،
بدأ في كل مكان يعرفوا ان ليهم حقوق. اللي كان مخلي ابنه ما بيطلعش من البيت بدأ لما في حقوق، في معاش، في مكان بيلعب فيه رياضة، في مكان بيتدرب فيه، في مكان بيعالجه، بدأ يطلعوه. يعني انا اعتقد ان في كمية كبيرة طلعت، بس برضو في ناس لسه، ناس برضو موجودين في اماكن ما يعرفوش حاجه، لكن ان شاء الله بالتوعيه المستمره والاعلان في التلفزيون عن الحقوق والتعريف بالقانون هيتم القضاء على الموضوع بكل تاكيد خالص. وبالحفلات المستمره، يعني شفنا امبارح الحفله واكيد ليها صدى، لان كانت في التلفزيون ودخلت كل البيوت، فاكيد ليها صدى. فانا برضو بضم صوتي لصوت حضرتك ان اي حد عنده ابن من قادرون باختلاف وخايف عليه نتيجه النظره المجتمعيه السابقه، لا، لازم يخرج هذا الطفل للمجتمع، لازم يكون في دمج، لازم يدخل وسط المجتمع ويتعامل معهم عادي جدا، هو مختلف فقط عنهم. ايوه لازم الاهالي تؤمن بالموضوع ده الاول، وبعدين الباقي سهل. اعتقد الاهالي مؤمنه يا فندم، بس بتخاف على اولادها كمان من حد يجرحهم في الشارع، حد يضايقهم، فبتبقى اكتر خايفه من نظره المجتمع ليهم، يعني بتبقى خايفه عليهم اكتر من هم مش متفاهمين اوضاعهم. طيب حتى الان يعني لو هنتكلم عن هذه الفئه، اكيد حضرتك دايما في تواصل مباشر معاهم، ويعني تواصل ملموس وموجود، يعني بتشوفي ردود افعالهم ايه، ارائهم ايه، بيتكلموا ايه اللي لسه محتاجينه، ايه اكتر حاجه مبسوطين بيها باللي حصل خلال السنوات اللي فاتت؟ هو اكتر حاجه انهم بداوا فعلا يطلعوا. اولا موضوع التنمر سياده الرئيس برضو قضى عليه، وفي تشريعات حصلت وفي عقوبات تم فرضها، وشفنا حالات بالفعل، وتم فرض عقوبات صارمه على اللي يتنمر على اي حد من ذوي الاعاقه، بتوصل ل 200,000 جنيه وغرامه وسجن من 3 سنين لخمس سنين. فالوضع دلوقتي بدا يتغير، بس برضو لسه ما زال في ناس بتتنمر برضو على الاشخاص ذوي الاعاقه، والاشخاص ذوي الاعاقه نفسهم بداوا يتخلصوا من الموضوع. صحيح. ويحاولوا ويواجهوا المجتمع، يتعايشوا ويتعايشوا معاه، وخصوصا اللي بداوا يلعبوا رياضه، اللي بداوا يمارسوا رياضه بقوا، يعني عايز اقول لك انهم افضل من الناس اللي نمازج. مش معاقين طبعا، يعني بقت نماذج، حسوا يعني حسوا بقيمتهم، جابوا لنا ميداليات كتير يعني في البارالمبيكس، يعني احنا بنشوف الحقيقه انجازات كبيره جدا. بداوا يعيشوا حياه طبيعيه ويتخطوا الصعاب ويتحدوا الاعاقه، وحولوا الاعاقه لطاقه وفرصه. ان احنا زمان كان ممكن يتمنع من دخول مدرسه، دلوقتي بعد صدور القانون 10 لدرجة أنه خلى لو مدرسة منعت حد من دخولها ممكن يتلغي ترخيصها، بتوجيهات برضو سيادة الرئيس لكل العقبات اللي تنزل من أمام المعاقين في المدارس وفي الأماكن الرياضية. صحيح، ومش الأبطال الرياضيين بس، يعني حضرتك بتضربي دلوقتي مثل أو نموذج بالرياضيين بس، احنا شفنا امبارح في الحفلة مجموعة كبيرة من المواهب في مختلف المجالات. لا، أنا بقول لك دول الأكثر البداية، احنا بدأنا بالرياضة. الرياضة كانت البداية، من البداية خالص كانت الرياضة، أنا كنت واحدة منهم من الرياضيين، كنت بلعب تنس طاولة، حصلت على بطولة الجمهورية في 2015. عظيم. ما كانش فيه حاجة ظاهرة قوي غير الرياضة، لكن بعد كده بقى بدأت الحاجات التانية تدخل. صحيح. في الموضوع بجانب الرياضة في مراكز الشباب وفي المدارس، وبدأت المدرسة تغير برضو فكرتها، وبدأوا يشتركوا في الأنشطة اللي بتمارس في المدرسة. يعني زمان كان يمنعونا من ممارسة الأنشطة المدرسية، الدراسة وبس، ده لو سمحوا إن احنا نفضل في المدرسة. كانت في عقبات، المديرين بتوع المدارس ما كانوش بيقبلوا الطلبة المعاقين خوفا لا يحصل لهم حاجة ويتحملوا المسؤولية. اهتمام الرئيس غير نظرة دلوقتي النظرة اتغيرت، بقى يدخلوا مدارس يكملوا دراسات عليا ووصلوا نفس الحقوق والواجبات. يعني وهي دي النقطة اللي دايما سيادة الرئيس بيأكد عليها، الحقيقة يعني الإعاقة هي إعاقة فعلا، إعاقة في الفكر مش أكتر. وأنا نفسي أنا يعني ما بفضلش كلمة إعاقة، كل حد بيبقى ليه ظروف مناسبة، ليه قدرات خاصة بيه. أعتقد إن إحنا لازم بس نتوصل للنقطة إنه لا، مفيش فرق، بالعكس احيانا فعلا الفئه دي بتكون اذكى، بتكون قادره اكتر على انها تبتكر وتخترع، وشفنا يمكن نماذج كتير جدا مشرفه لينا. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر النائبه نجوى خلف عضو مجلس النواب، نورتينا، صباح الخير يا مصر. شكرا شكرا جزيلا ليك يا فندم.